يرضى لرضاها. إن الزهراء عليها السلام قلب عالم الوجود، والاتصال بها يعني الاتصال بالباري عز وجل. من هنا كان للزهراء عليها السلام مكانة خاصة في قلوب شيعتها ومواليها، وهذه المكانة وهذه العظمة أزهرت ربيعا ينبض إخلاصا وعشقا. وقد لاحظنا على مر السنين كيف أن أثر هذا العشق يبقى ما بقي الدهر، فكل ما هو متعلق بالزهراء عليها السلام له أثر خاص وذكر خالد. وبما أن قيمة كل عمل يكمن في قيمة إخلاصه، فإننا نرى كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي لا يخلو من بيت شيعي. كل ذلك الخلود والبقاء كان هدية من سيدة النساء فاطمة عليها السلام للشيخ القمي رحمه الله بسبب إهداء ثوابه لها. يقول علماؤنا الأعلام: إذا أردت أن تبارك لك الزهراء عليها السلام في عملك وأموالك وبيتك وأولادك، وترى منهم ما تحب بل فوق ما تتصور من الخيرات، اعمل على إهداء عمل صالح لها في كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. فصارت بذلك الزهراء مدارا لرضا الله وغضبه. من أرضاها فقد علا شأنه وبقي أثره، ومن أغضبها فقد انخمد صوته وزال رسمه.